مساء الخير، اقسم لك كنتو كتشوفو هاد الفيديو هذا. المهم نهار جديد، فيديو جديد. لقيتوني جالسه في البالكون كنتشمش طرقه. شوفو شنو طرق سي الخراز والقضايا ديال سي الخراز والقصص ديال سي الخراز. انا كيعجبني علم الاجرام، كيعجبني علم الجريمه، سورتو الناس راكم عارفين انا دايره القانون. واعز ماده عندي هي علم الاجرام، قرينا علم الاجرام، الجريمه، تكوين المجرم، النفسي، السوسيولوجي، الاقتصادي، الاجتماعي، وداكشي كامل. فكيعجبني نتصنت هكا القضايا اللي دازت عليه. تبارك الله الطريقه ديال هكا فاش كيعاود وكيعيشك مع القصه كتعجبني بزاف. كنكون كنغسل الماعن ولا كنشقاو راني دايره كنتصنت ليه. المهم لا فيسال يلا سالات. كما قلت لكم عندي ميول كبير علم الاجرام والجريمه وهذا. بلاتي نعاود لكم قصتي مع هذا الشيء، حيت ما نكتبش لكم. انا كان الحلم ديالي واحد المهنه اونتر بارونتيز ما كتبتش ليا، ولكن كنت كنبغي بزاف هذا الشيء ديال نخدم مثلا في مسرح الجريمه، نخدم في الشرطه العلميه، وداك الشيء كامل كيعجبني داك الشيء بزاف. دونك كنت دفعت للبوليس جوج ديال المرات، وفي دوك جوج ديال المرات ديما كيقولوا لي لاج راكي صغيره. دابا انا كنتفكرها، دابا كنقول انا ما فهمتش واش ما كنتش كنشوف ما بين الشروط ديال الترشح الوظيفه، واش ما كنت كنشوف السن القانوني. دونك ديما فيما كنمشي كيقول لي راك باقي صغيره حتى العام الجاي، راك باقي صغيره حتى العام الجاي. سبحان الله العام اللي وصلت للسن القانوني باش ندفع ليهم تزوجت. ما كتبتش، ولكن داك التعطش ديال علم الجريمه، الاجرام، كما قلت لكم التكوين ديال شخصيه المجرم. حيت فاش كتجي كتقراي هذا الشيء كتدخلي في المجرم، يعني كتعرفيه مزيان شنو هما الابر الجريمه وداكشي اللي هو ارتكب واللي غادي يتعاقب عليه قانونيا. انت راه كتدرسي شخصيته، يعني شنو الحوايج اللي خلاه انه يرتكب ديك الجريمه. شي مرات كتكون شي حاجه اللي هي كبر بيها، شي عقده كبر بيها، مثلا الفقر، مثلا كما قلت لكم عوامل اقتصاديه اللي من بينها الفقر. مثلا كيكون عنده مشاكل نفسيه، مثلا كيكون عنده كابر في شي حي اللي هو شعبي اكثر من القياس. كما قلت لكم هذا الشيء غير فتحته بين قوسين حيت مسموح انا كنتصنت ليه. صراحه كيعجبني طريقه الالقاء ديالو، كيعيشك مع القصه. فصافي المهم انا بديت لكم فلوق البنات. راه تقريبا هذه شي 3 د العشيه اليوم. هذه سيمانه وانا جالسه كنتوحم، ما كتبش عليكم. عرفتوا واحد الاحساس غريب جدا. هذه 3 السيمانات وانا عطياني اللي عطيني عطيني على السوشي. كيما كنطلع لاكادير كنمشي كنجيب السوشي. هاد المره بما انه تيزنيت فيها السوشي قلت علاش لا، كل مره كنشري بداك الثمن الغالي علاش لا ما نديروش في الدار. وهادي سيمانه وانا كنقول غنخرج نتقدى داكشي ديالو ومازال ما كتب، ولكن راه مشهيال واحد الدرجه راه ما يمكنش. راه كتجينا الشهوه كاملين، ولكن راه هاد الشيء راه عرفتوا الا زدتو شتي واحد كياكل في سطوري عرفتي كنبدا نفركلها بوحدي. واحد الاحساس غريب الصراحه، تقول واش كنتوحم الصراحه. شي مرات كنشك كنقول ويلي كما حامله. المهم غادي نمشي هاد العشيه هادي لا كتاب عاوتاني، ما كتبتش راه غدوزو معايا نهيري كما هو. المهم بديت معكم فلوق بالسر خراز والقضايا ديال الاجرام والمجرمين. صراحه زوين بزاف، سورتو انك كتستافدي. يعني شحال من حاجه استفدتها منه كتردي بالك، سورتو واخا اللي مكتب لك راه مكتب لك كديري البال، كتردي البال. المهم بنات غادي نبداو الفلوق ديالنا. ما تنساوش اللايك كالعاده باش تدعموني، الاشتراك في القناه الا كنتي اول مره كتشوفيني مرحبا بكم معنا. ويلا نبداو الفلوق ديال هاد النهار البنات. رجعت لكم، لقيتوني لبست حوايجي وخرجت. الوحم اللي جاني هاد الايام هاد الاسبوعين هادو جاني على السوشي، ما نكذبش عليكم كنحس به مع سمير يخرج. ما تقولوا واش حامله ولا ما نعرف. المهم كنتوحم ديال بصح، عرفتي داك الاحساس اللي كيجي للمحمات البنات اللي ديجا توحموا وحملوا غيحسوا بها. كتشهيها بواحد الطريقه غريبه. المهم راني غادي نمشي نكمل لي زانغريديون ديالو، بقى خاصني ورق النوري وديك الحصيره باش كيدور سيريمي خلاص كاين في سميتو، ولكن الحصيره ديك الحصيره وداك ورق النوري واش غنلقاه ولا لا؟ تما فين كاين السؤال. في الفلوق الفايت راكم شفتو مشيت جبت
الرز ديال السوشي، جبت الخل ديال السوشي ودابا غادي نمشيو نشوفو البنات اللي قالوا لي امال وريني ملي غنتقداي انا غنصور لكم، الا لقيتو عنده غنصورو لكم. على الله راني نمشي هيا يا خواتاتي. يلا انتوما معايا كضحك عليا لا ما يمكنش بحق الله عرفتو مشي هي بواحد الطريقه خويا بتخيلوا كنتخيلوا دابا كيفاش غناكلوا والبنه اللي غتكون فيه. مشيت بعيد انا زياد. شنو لقينا؟ ساسي. شنو لقيت؟ ما صورتش لكم عنده كان فلان كان عامر، جبت البنات الاوراق ديال نوري واخيرا فاش كنت طلعت اكادير راني قلبت مرجان كامل ما فيهش كارفور، ما عرفتش البنات كاينين في اكادير قولي واش غنلقى في كارفور مازال، ولكن اش بغيت انا كارفور؟ اش بغيت انا مرجان؟ كاين في تيزنيت اختي كاين في تيزنيت. المهم هذه دايره 35 درهم فيها 10 د الحبات وجبت هاي ياي جبت هاد الشطيره هادي باش كيتلوى. هادي دايره 20 درهم هادي خلاص كتبقى لك مده طويله وتبقى المهم اليوم غادي نجرب انا وياكم لاول مره طريقه ديال السوشي. عندي احساس غيجي زوين، عندي احساس. ما تضحكش عليا انت. عندي احساس غيجي زوين. يلا ربي يعني عندك شي حاجه ماشي هي لا هو شنقول لك؟ ديما الوزري في الماء دابا هادي فيك. واه عطيتينا اصاحبي فيك شتو كيدير الماء بزاف. المهم كاين الكيوي كاين كلشي في الدار، كاين كلشي في الدار، كاين كلشي في الدار. المهم خلي المعنويات ديالي طالع الا ما كيعجبنيش اصلا ديال المونك. انا غنقول لكم المنيو اللي غندير فيه غادي يكون بنين بنين بنين، ما غضروش مازال شريوه من الزنقه حيت هو راه غالي. ساكوتا ساكوتا ما تديوش عليا الانرجي طالعه بزاف، تحمس اكثر من القياس. ولكن اختي انا كنت وحم اختي ما يمكنش. السلام عليكم البنات، انا دخلت للدار. المهم بلاتي بعدا نوريكم شنو غيخصنا السوشي. هنايا هادو ديجا وريتكم راه جبتهم من مرجان، الخل ديال السوشي والرز كذلك. جبت دابا قبيلات جبت هادو هما اللي كانوا خاصيني وما لقيتهمش. البنات ديال تيزنيت غتلقاوهم عند عبد الرحمن. المهم ها نتوما شفتوا هذا ورق النوري فيه 10 ب 35 درهم، وهاد هاد الحصيره هادي باش كنلويو السوشي بلاتي نحلها مع شي كتحل ماشي زينتي عطيت فرحانه تكتيكم والله الا زعما كنت وحم صافي. ها نتوما شفتوا هذه هي الحصيره باش كتلوي السوشي هكا باش كيسهل معاكم. هذه ب 20 درهم، هذه كانت ب 20 درهم. غادي نغلفها بالبلاستيك الغذائي باش نحافظ عليها مزيان باش ما توسخش. هذا 15 درهم، هذه ب 10 دراهم 20 درهم. انا كنحاول نقول لكم الاثمنه، وهذه 35 درهم وجبت باكيه ديال السوريمي دايره 22 درهم. خلاص عندي لافوكا خيزو. المهم انا غنقي داكشي ونوريكم باش غادي نديرو اكزاكتومون. دونك دابا شنو غنديروا البنات؟ اول ايطاب واهم ايطاب هي الرز، ومن الاحسن الرز ديروا الرز ديال السوشي، ما ديروش الرز العادي حيت هو يقدر يخسر لكم وصفه كامله. باش نجيب موس هاد الباكيه فيها نص كيلو، انا غنديرها كامله. هانتوما الحبه ديال الرز كيفاش كتجي ماشي مكركب. تنقص الضو باش يبان لكم احسن. شفتوا ها هي كيفاش دايره الحبه ديال الرز ديال السوشي، ماشي مكركب او ميم طون ماشي ما طويلش. فهمتوا؟ هادي اهم ايطاب هي خصو يتبقي مزيان. هادي فيها نص كيلو غنغسلوه مره وجوج وثلاثه وربعه حتى يبان لينا المصفى.
دابا غادي يبان لكم انه الماء غادي تكون فيه بحال النشا، حيت كيكون فيه واحد الكميه كبيره ديال النشا. دونك غادي نغسلو دابا مزيان ونصفيه ونعاود نعمرو بالماء ونغسلو كما قلت لكم 4-5 المرات حتى يولي يبان لكم الماء صافي. انا غنغسلو فاش يصفى الماء راه غادي نصورو لكم باش يبان لكم. هاد الفيديو البنات غنخليه هكا خصيصا السوشي باش نوجدوه مع بعضياتنا بلي زيطا مبتدئات حنايا يا اختي، باش نوجدوه هكا في دويراتنا ان شاء الله. انتما البنات كنبقاو نغسلوه المره الاولى ونكبو داك الماء ونعاودو نعمرو ونغسلوه يعني واحد 5 المرات 4 المرات حتى اخر غسله شتو كيبان الروز، يعني ما كتبقاش ديك النشا بيضه هكا، ما كيبقاش داك الماء بيض. كما قلت لكم انا كنصور لكم ايتاب باغ ايتاب باش هكا ننجحوه كمبتدئات. صافي دابا اللي غادي ندير هو انني غادي نصفيه ونديرو باش يطيب. هانتوما البنات بالنسبه للطياب ديالو غادي نصفيه ونديرو في كاسونه. الروز خاصو يتغطى بالماء بحال هكا تقريبا، يتغطى الروز يكون فايت الماء، يكون فايت الروز بشويه. وغادي نشعل عليه النار بسم الله، غير يبدا يغلى. غادي تشوفوا دابا العافيه مجهده ياك، غير غيبدا يغلى غادي نقص النار وغادي نغطيه ونخليه يطيب على خاطر. دابا غادي ندوزو الروز كيطيب، غادي ندوزو باش غادي نوجدو الخل اللي غادي نسقيو به الروز. غادي نحتاجو فيه الخل ديال السوشي، كيجي بحال هكا، راه كيتباع في المحلات التجاريه الكبرى وغتلقاو حتى عند مولي الحلوى وداكشي، دابا راه ولاو كيبيعوه حتى هما. غادي نحتاجو السكر وغادي نحتاجو الملحه. بالنسبه للخل انا غادي ندير تقريبا كنعبر بالمعلقه باش نوريكم. تقريبا 5 المعالق ديال الخل ديال السوشي وغادي نزيدو عليه معلقه كبيره ونص ديال السكر سنيده. معلقه صغيره وشويه ديال الملح وغادي نحاول نديرو فوق النار على عافيه مهيله غير باش نذوبو داك السكر في الخل. بعد ما كيطيب السوشي كنطفيو عليه النار وكنحيدو ليه الغطايه ديالو، كنخليوه تقريبا واحد 5 دقائق بحال هكاك عاد نقدروا نحيدوه نحطوه في اناء. هنايا الخل والسكر والملح اللي ذوبنا ها هما كيفاش كيجيو، كما شفتوا ما كيبقاش باين كاع داك السكر. غادي نخليه حتى هو على جنب باش يبرد. بالنسبه للحشوه اللي غادي ندير للسوشي كتبقى اختياري نتوما يعني شنو بغيتو. انا غادي ندير الطون، غادي ندير الكيوي، خيزو، لافوكا، وغادي ندير حتى سوريمي. كيبقى لكم اختيار، تقدروا ديروا الصومون، تقدروا ديروا الخيار حتى هو. انا غير ما لقيتوش عندي في الدار، انا الصومون ما كناكلوش البنات ما كيعجبنيش، دونك غادي ندير داكشي اللي انا كيعجبني. تقدروا ديروا فيه بيض السمن، بيض السلمون عفوا. كما قلت لكم الحشوه كتبقى اختياريه نتوما وشنو كيعجبكم، يعني تقدروا ديروا فيه اي حاجه كتبغيوها. انا شخصيا هادشي اللي كيعجبني الخيار بوحدو اللي نسيت باللي ما كاينش في الدار. بالنسبه للثوم غادي ندير ليه واحد معلقه كبيره ديال فرماج، اي فرماج بغيتو. شويه ديال الملحه
حطيتو كذلك الفرماج اولا الجبن اولا اي فرماج كيعجبكم، حتى هو غادي نحتاجوه في وسط الحشوه. انا كيحمقني يكون فرماج كثير في الحشوه ديال السوشي. بالنسبه للكيوي غادي نقطعو شرائح رقيقه، تقدروا ديروا المونغ كذلك كيجي فيه حتى هو، يعني الحشوه اللي حبيتو كما. وغادي ندوزو الرز اللي هو العنصر الاساسي اللي الى نجح معنا هو اللي غادي تكون عليه العمده. دونك الرز كما شفتوا ها هو كيفاش طاب. دابا غادي نحاول نهزو شويه البنات ما تعجنوش، ونحطو هكا في طبيسيل. اي حاجه زعما اللي تقدروا انكم تنشوا على الرز بحال هكا حيت خاصو يبرد بسرعه. هاد لي طاب حتى هي مهمه بلا ما تعجنوها البنات. بعد ما بردنا الرز مزيان غادي ماشي يكون كلاصي وانما دافي ما يكون سخون. غادي نبدا دابا نسقيه بهاد الخل اللي درنا ليه ديال الارز. انا كنسقي وانا كنحركو ماشي نعجنوها البنات، طريقه متوازيه. المهم البنات هانتوما هادي غلفتها بالبلاستيك الغذائي باش نحافظوا عليها. غادي ناخذوا ورق الجهه الملسه من برا والجهه الحرشه من الداخل، هادشي اللي قالوا لي. المهم نوريكم هنايا بعدا، انا موجده حدايا اي حاجه غنحتاجها. موجده حدايا الرز، موجده حدايا هنا كيوي سيريمي خيزو الطون لافوكا الفرماج، فهمتوا يعني اي حاجه غتخدموا بها وجدوها حداكم على اتساع باش هكا تكونوا مرتاحين. هنايا عندي واحد زليفه اللي فيها الماء حيت الرز كيتلصق. دابا قبل ما نبدا بهادي غادي نقطعها، غادي نبداو بالماكي، نصايبو الماكي الكاليفورني ما غاديش ندير هذاك ديال القلي. غادي نبدا دابا كما قلت لكم نصاوبو الماكي هو الاول. غادي ندير هنايا خيزو، بسم الله، شو داك الروز كاين الفق. غادي ندير فرماج، تقدروا ديروا كيري البنات، اي نوع ديال الفرماج راه كيجي فيه رائع. كما تقدروا ديروا لي صوص الا بغيتوا. غادي نبدا نلوي، بسم الله، لحظه دقيقه. فيرست وان عندك سقيت هذا راه حطيت عليه البنات بلاتي. شوفوا اول سوشي في حياتي كنوجد. من بعد البنات راه غادي هذا زياد. وين بنات هبطوا في لي كومونتير قولوا لي كيفاش جيتكم اول اكسبيريونس مع السوشي. شوفوا دابخي الاكسبيريونس ديالي معاه اول مره غادي نديرو سهل صراحه، زعما حتى انا كان كيبان لي بحال الخيال العلمي، كان كيبان لي صعيب وهذا وفي بزاف ديال الخدمه وفي بزاف ديال الكونسونطراسيون. لا نهائيا، الحاجه اللي خاصك تسرعيها هي الرز. الا سرعتي الرز وطيبتيه كما يجب
راه غادي يصدق لك السوشي. انا راه وريتكم الاثمنه وكل شيء، يعني راه ما كيطيحش غالي، حتى كي كتشري ورق النوري راه 10 د الحباسه البنات خدمت بها ثلاثه على ما اظن، ثلاثه ماكي ثلاثه كاليفورنيا، راه تشوفوا كل شيء في الفيديو. وشاطولي ورق خدمت الروز نص كيلو راه دايره 15 درهم، يعني يلاه كتشري ورق النوري الروز ديالو وديك الحصيره والخل، داكشي الاخر راه تقريبا كل دار فيها الخيزو فيها الطون فيها الفرماج فيها هذه، يعني ما كيطيحش غالي، كيطيح اقتصادي واخا هكاك. دونك يبان لكم زيد حتى هو فرحان لحقاش كيحماق على السوشي، وسورتو هذا الماكي هذا انا كيعجبوني الكاليفورني رول، هو لا هو كيعجبوه الماكي ما كيعجبوه لا المقلي لا والو. انا كنت كنفضل في الاول داك الفراي داك المقلي، ولكن من بعد وليت كيعجبني اكثر داك هذاك الكاليفورني اللي كيكون الرز من برا، وهذاك حتى هو راه ساهل، هذاك كيبان لي انا ماشي غير الخيال العلمي 16 الوحش كما شفتوا. شديت ورقه النوري درت فوقها الرز وغادي نغطيها بالبلاستيك اليمونتير وغادي نقلبها وغنعمر، ساهل ماهل. الرز اون فوا كتحط فوق ورق النوري راه كيلصق، ما تخافوش ما يطيح معكم ما والو. فصافي ما كاين احسن الصراحه، ما ديريش حاجه اللي انت عارفه شنو فيها، داكشي نقيقي زويون، عارفه شنو دايره بيديداتك، سورتو الا غياكلوا معنا الوليدات الصغار ولا حتى حنايا كنكونوا عارفين شنو كنديروا في ماكلتنا في الدار. كتعمري على داكشي انت اللي كتحكمي فيه طبيعة الحال، ديال الزنقه اللذه ديالو بوحديتها، ولكن انت هذا والله الا هي البنات جا رائع وبنين بنين. أول تجربة مبتدئة، جو سوي فيغ دو موا. هانتوما درت ثلاثة ديال كاليفورني وثلاثة ماكي، فوالا العقبة المرة الجاية نديرو إن شاء الله هذا إيبي الفراي. خاصكم تعرفوا أنه ربيع ما عندوش مع شي حاجة سميتها السوشي، مع أنه مشى اليابان، مشيتي للجابون ياك؟ مع أنه مشى للجابون وما عندوش معاه. هانتوما البنات كأول تجربة نقطوني يلا. على علاقة واحد لا حيت هما عندهم نفس قليلة بزاف. البنات صارتو فرحانة بزاف بأول رياليزاسيون ديال السوشي ديالي. قولي ليا كمبتدئة شحال تعطيوني؟ هانتوما درت الصراحه فاغي، كاين اللي فيه سوريمي كاين اللي فيه طون كاين اللي فيه الكيوي كاين اللي فيه المهم كل واحد وشنو درت. ها هو ديال الكيوي كيفاش داير من الداخل، نعطي نوريكم شفتوا كيفاش داير. يلا كتبوا لي في لي كومونتير شحال غادي تنقطوني على اول تجربه ديال السوشي. انا كنعطي راسي واحد 8 على 10. المهم البنه كاينه عرفتوا راه جات بنين، غير هو الطويه خصني نزيد نتعلم ليها اكثر. هانتوما تنبي نوريكم هكا افوكا، هادو اول وحدين صايبس، هادو باغ كونط خضرتهم صغيورين وما كثرتش الحشوه من الداخل.
هذا الكاليفورنيا وهذا الماكي. راني البنات ما قطعتهمش كاملين، بقاو ليا جوج كما شفتوا، بقاو ليا جوج، هذا وهذا غنخليهم حتى الغدا. صراحة بركة تبارك الله، راه هذا راه كافينا حنايا ثلاثة. هادو اللي زينت بلافوكا من الفوق، وهادو اللي زينت ب هذا بالكيوي من الفوق. اي فوالا البنات، المهم هذا الفيديو خليته خصيصا للسوشي، ما حاولتش ندخل لكم شي حاجه معاه. المهم الا وصلتي حتى لهنا كتبي لي في لي كومونتير انك وصلتي حتى لهنا في الفيديو. شكرا على المشاهده، نتمنى انكم استمتعتوا معايا هكا في هذا الفيديو، هذا دوزتوا معايا بالي فيه، مي فريمون راه جا بنين. الا جربتوه ما تنساوش انكم تصيفطوا لي لي فوتو في انستغرام. تهلاو لي فريسكم حتى الفيديو ديال الغدا ان شاء الله. سلامه.